صباح الخير. ان شاء الله النهارده هنكمل سيريز اللاب بتاعت بي سي 305، فان شاء الله النهارده هيبقى لاب 3، هنشرح البراكتيكال ورك بتاع لاب 3. فالسامبل النهارده عندنا اول سامبل اللي هي نايترايت سامبل. طبعا احنا عارفين احنا مكملين في الريدوكس تايتريشنز، ان انا بيبقى عندي سامبل for example reducing agent هتتفاعل مع ال permanganate as oxidizing agent واقدر اجيب تركيز السامبل. طيب ال principle بتاعنا زي ما قلت ان nitrite ده reducing agent هيتفاعل مع ال standard permanganate، واحنا عارفين ان reaction مع ال permanganate بيحتاج acidic medium. طيب انا في ال usual titration انا بعمل ايه؟ ان انا بحط مفروض السامبل في الفلاسك، احط عليها السلفوريك اسيد هيديني الاسيديك ميديم، واعمل تايتريشن بالبيرمنجانيت. ده اليوجوال تايتريشن احنا خدناهم قبل كده في اللابز اللي فاتت. طيب بس بيقول لك هنا ان في اللاب ده ممكن ابقى يعني صعب ان انا اشتغل بالطريقه العاديه، علشان في مشكله هتحصل. ايه هي؟ ان انا عندي نايترايت سامبل، وانس حطيت عليها السلفوريك اسيد زي ما بعمل في اي تايتريشن قبل كده، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل displacement reaction، هيكون لي عندي ال nitrous acid، وده very weak acid و unstable، على طول بيتفك into nitric oxide gas و nitrogen dioxide gas، فبالتالي ال gases دي هتطير وال sample عندي تحصل لها evaporation فمش هتبقى accurate. فعشان كده انا مش هقدر اشتغل بال usual procedure بتاعتي، لان احط ال sample في الفلاسك وعليها sulfuric acid. طيب انا هعمل ايه؟ في certain precautions انا هعملها في ال titration دي علشان امنع ال evaporation of gas، عشان اقدر اجيب تركيز السامبل accurate. اول precaution ان انا عارفين الطبيعي بحط السامبل في الفلاسك وال standard permanganate في البيوريت. لا، بيقولك ان انا هعمل ال titration in a reversed way، يعني حاكس، هحط السامبل النيترايت سامبل هي في البيوريت، وهحط الستاندرد بيرمنجانيت في البيكر. ليه؟ زي ما قلت ان انا عايزه امنع الاسكيب بتاع النيتروجين دايكسايد اند نيتريك اوكسايد جاز ان هما يطيروا. يبقى دي اول بريكوشن. تاني بريكوشن ان انا هعمل دايلوشن علشان ازود السوليبيليتي بتاعه الجاز دي، علشان امنع الاسكيب بتاعها واقلل الاسكيب بتاعها، وهعمل الديبنج بتاعه النوزل اوف ذا بيوريت علشان نفس السبب ان انا امنع ان هو يتكون على السيرفيس الجاز دي ويحصل لها اسكيب. فعشان كده كل البريكوشنز دي بعملها علشان ابريفنت الاسكيب بتاع الجازز اللي بتتكون. يبقى ايه البريكوشنز؟ بعمل التايتريشن ان ريفرست واي، بعمل دايليوشن، وبعمل ديبنج للنوزل بتاعه البيوريت زي ما قلت. كل ده علشان امنع الاسكيب بتاع الفورميد جاز اللي ايه بتتكون. طيب احنا عارفين ان الرياكشن بيحتاج warming، فانا هعمل warming علشان reaction يبروسيد quantitatively. اوكي، يبقى دي كل البريكوشنز النهارده اللي انا بستعملها في النيترايت سامبل، هي نفس الفكره اللي هي ريدوكس رياكشن، بس البريكوشنز دي مهمه زي ما قلت قبل كده علشان امنع الاسكيب بتاع الجاز. طيب نيجي بقى للبروسيدير بتاعتي. اول حاجه زي ما قلت لكم انا هشتغل في بيكر، اوكي، وبستعمل جلاس رود علشان اعمل ستيرينج. وزي ما انتوا عارفين وانس حطيت الجلاس رود في البيكر، لو سمحتوا محدش يشيلها لي علشان ما تاخدش حبه من الستاندرد او السامبل وتديني inaccurate results. بعدين انا هعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لكم انا بحط الستاندرد بتاعي هو في البيكر، فهسحب هاخد 25 مللي من الستاندرد 0.1 نور من بوتاسيوم برمنجانيت، وده بالبيوريت. خلي بالكوا هنا بس عشان في كومن ميستيك، ان في ناس عشان تاخدي 25 مللي بتفضي البيوريت كلها. لا، اتس ا فيري كومن ميستيك. لا، احنا هناخد ال 25 مللي ازاي؟ هسحب من الزيرو، هاخد من الزيرو ل 25 مللي، وبعدين بحط عليهم 25 مللي دايل سلفوريك بالميجرنج سلندر، وهعمل دايليوشن تو اراوند 150 مللي بالتاب ووتر، واعمل هيتنج تو 40 ديجري سنتيجريد. ال 40 دي اعرفها ازاي؟ هو جاست هيتنج على الفليم حبه بسيطه كده، يبقى انا اولموست وصلت لل 40. طبعا انا عارفين ان انا بملى البيوريت بتاعتي بقى بالعكس، عشان قلنا البروسيدجر از دان ان ريفرست واي،
فانا بعمل التايتريشن، بملأ البيوريه بتاعتي بالنايترايت سامبل، وهنكمل البريكوشنز بتاعتي ان انا بعمل سلو تايتريشن ودروب وايز اديشن وستيرنج، وبخلي النوزل بتاعت البيوريت under the surface of the solution، كل ده عشان امنع الاسكيب بتاع الجازز اللي بيتكون زي ما قلت لكم قبل كده. الاند بوينت هي الديكولاريزيشن، اختفاء البينك كولر، علشان زي ما قلت لكم انا شغاله التايتريشن ان ريفرس واي، فهتبقى الاند بوينت العكس اول ما اللون البينك يختفي. طيب نيجي بقى للكالكوليشنز عشان احسب الايكويفالنت فاكتور الاف كابيتال. زي ما انا عارفين انا بعملها بالهاف ايكويشن ميثود، ان انا بجيب الهاف ايكويشن بتاعت النايترايت سامبل. النايترايت سامبل ده ريديوسنج ايجنت، فهيحصل له اوكسيديشن فهيلوز الكترونز. انا متفق ان هو ريديوسنج ايجنت فهيلوز الكترونز. طيب هو نايترايت، انا بعرف النايترايت بيحصل له اوكسيديشن لايه؟ نايترايت بيحصل له اوكسيديشن للنايتريت. يبقى اول حاجه عندي نايترايت في الرياكتنس وبيحصل له اوكسيديشن للنايتريت في البرودكتس. طب احنا عارفين في اي هاف ايكويشن انا بظبطها ايونيكلي، هل نمبر اوف اينز في الرياكتنس قد البرودكتس، والكترونيكلي بخلي الالكترونز او التشارج في البرودكتس قد الرياكتنس. طيب اول حاجه هظبط الايكويشن ايونيكلي. انا هنا عندي النايترايت بيحصل له اوكسيديشن للنايتريت، ففي اكسجين في البرودكت زياده عن الرياكتنت، فممكن تفتكروا الاكسجين دي تطلع في صوره ايه؟ غالبا هتبقى في صوره ميه. فانا بحط الواتر دي في الرياكتنت، بقى انا عندي خلاص النيتروجين مظبوطه واحده والاكسجين ثلاثه في الرياكتنت والبرودكت. هيتفضل عندي ان انا عندي 2 هيدروجين في الرياكتنت، هيخرجوا في صوره اسيد 2 بروتونز از ايه as two protons في البرودكتس. يبقى انا كده ظبطت الايكويشن ايونيكلي. عايزه بقى اظبطها الكترونيكلي، فهشوف في الرياكتنت انا عندي التشارج اللي على النيترايت ماينس 1، لكن في البرودكتس بوزيتيف 2 ماينس 1 فهتبقى بوزيتيف 1. طب انا عايزه اخلي اظبطها الكترونيكلي، فانا عايزه احول البوزيتيف 1 دي انتو نيجاتيف 1. احنا عارفين ان الالكترونز هتبقى في كيس النيترايت في البرودكتس ان هو بيلوز الكترونز، فعشان احول البوزيتيف 1 انتو نيجاتيف 1 هعمل ايه بالظبط؟ كده هحط 2 الكترونز في البرودكتس علشان كده تظبط الكترونيكلي. طيب يبقى انا كده ظبطت الهاف ايكويشن بتاعت النيترايت ايونيكلي والكترونيكلي. نيجي للهاف ايكويشن بتاعت البيرمنجانيت اللي هو اوكسيدايزنج ايجنت. طبعا دي خدناها قبل كده في التو لابز اللي فاتوا، ان انا عندي البيرمنجانيت ده اوكسيدايزنج ايجنت بيحصل له ريدكشن للمنجانس وبيجين 5 الكترونز، فيبقى انا كده عندي الهاف ايكويشن الثانيه بتاعت البيرمنجانيت. طيب نيجي بقى للكالكوليشنز. زي ما قلت لكم انا عرفت ان انا عندي في الستاندرد 2 مول من البيرمنجانيت ستاندرد بيتفاعل مع 5 مولز من النيترايت سامبل، فيبقى ال F capital equivalent factor هتبقى عبارة عن 5 multiply molecular weight of nitrite على الاثنين في الخمسة اللي هي number of electrons gained في 10 في 1000 زي ما خدنا في ال labs اللي قبل كده، هتبقى 0.00425 grams. طيب عايز اجيب ال concentration بتاعت ال nitrite sample. انا عارفين ان انا بأملس في F small في F capital في 1000 على volume of sample. طيب الملز لو عندي كده بتبقى ايه؟ فوليوم الستاندرد. طيب انا خلي بالنا هنا بس في البروسيدجر او في الاكسبيرمنت بتاعتي انا كنت واخد كام ملي ستاندرد؟ كنت واخد 25 ملي ستاندرد بوتاسيوم برمنجانيت، يبقى انا هعوض بالملز الاولانيه ب 25 ملي. الاف سمول اللي هي ستاندردايزيشن فاكتور بتبقى موجوده على ازازه البوتاسيوم برمنجانيت ستاندرد. الايكويفالنت فاكتور اللي هي الاف كابيتال زي ما مكتوب عندي 0.00425 في 1000 على فوليوم اوف سامبل. طب الفوليوم اوف سامبل هنا بقى ايه؟ هو مش انا كنت مالي البيوريت بتاعتي بالسامبل، يبقى الفوليوم اوف سامبل هو هيبقى ملز او ريدنج البيوريت، وهتبقى اليونت عندي جرام بير لتر. طيب انا كده كده خلصنا السامبل الاولاني نايترايت سامبل. هنيجي بقى نخش على السامبل الثانية عندي اللي هي كابتوبريل سامبل.
هنا كابتن بريل احنا مستخدمينه از ان ابلكيشن عشان نشوف الابلكيشن الريدوكس سايتريشن. يعني انا ممكن استخدم الريدوكس سايتريشن عشان اعمل اساي لتابلتس معينه موجوده في الماركت. فالاكزامبل عندي النهارده للابلكيشن اللي هي كابتن بريل تابلتس، لو حد سمع عنه هو بيستخدم لعلاج الهايبرتنشن والكونجستيف هارت فيلير علشان امبروف السرفايفل سبيشلي بعد الهارت اتاك. طيب نيجي نشوف البرنسبل. طبعا لو انا اي عندي سامبل هستعملها في ريدوكس تايتريشن باستخدام البيرمنجانيت، فلازم الكابتوبريل ده يكون بيحصل له اوكسيديشن لان انا شغال في ريدوكس رياكشنز. طيب لو بصينا على البرنسبل ان ازاي الكابتوبريل بيحصل له اوكسيديشن، ان احنا لو شفنا هنا تو مولكيولز، شايفين التو اللي هي جنب الكابتوبريل، تو مولكيولز من الكابتوبريل بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم اوكسيديشن عن طريق ان هو بيلوز 2 الكترونز وبيلوز 2 بروتونز اللي هم بتوع الاس اتش دول، يعني بيلوز اتش واتش، وبيعمل لك الدايسايفايد لينكج ده وبيدي لك الاوكسيدايزد كومباوند ده. فيبقى هنا انا الكابتوبريل عندي حصل له اوكسيديشن، فعشان كده اقدر اعينه باستخدام البوتاسيوم بيرمنجانيت از تايترنت في ريدوكس تايتريشن. طيب نيجي بقى عندي للبروسيدور بتاعتي. اول حاجه انا لو تفتكروا ان انا كان مكتوب على العلبه ان ال1 تابلت ايكويفالنت ل 50 ملي جرامز كابتوبريل، فانا بيقول لك انا هوزن 100 ملي جرام. طبعا دي هتبقى ايكويفالنت لكام تابلت بالظبط كده؟ هتبقى ايكويفالنت ل 2 تابلت، وهترانسفير كوانتيتيفلي. يعني ايه ترانسفير كوانتيتيفلي؟ ان انا هاخد كل كميه التابلت بتاعتي بالظبط في ال 100 ملي ميجرينج فلاسك. وبعدين هعمل ايه؟ بحط 50 ملي ديستيلد ووتر اللي هي اولموست هتبقى نص الميجرينج فلاسك اللي هو نص الانتفاخ اللي تحت ده، وهعمل شيكينج ويل فور 15 مينتس لمده ربع ساعه علشان اعمل اكستراكشن. ولو سمحتوا يا جماعه نلتزم بالوقت اللي هو مكتوب في البروسيدجر اللي هو ربع ساعه. ربع ساعه تبقى ربع ساعه مظبوطه عشان يحصل الاكستراكشن كويس. وبعدين ما ننساش بقى الخطوه دي عشان بننساها، ان انا بعد ما اعمل كومبليت، بعد ما اعمل شيكنج لمده ربع ساعه بكمل العلامه بديستد ووتر واعمل ميكسنج وافلتر. اوكي باجي بفلتر بعمل ديسكارد، برمي اول 5 ملي من الفلتريت، وبعدين بنزل بقى عندي واسحب 10 ملي من الفلتريت ده في كونيكال فلاسك، احط عليهم 20 ملي دايسلفيريك، واعمل تايتريشن بال 0.005 normal potassium permanganate until the appearance of pink color. يبقى دي بروسيدور عندي. طيب نيجي بقى للكالكوليشنز. الكالكوليشنز هو هنا مديك ال F capital equivalent factor ب 0.001 gram. طب احنا عايزين هنا ايه؟ انا عايز احسب حاجة اسمها recovery percentage. يبقى انا عايز اجيب ال amount found بالملي جرام. خلي بالنا بقى انا عايز اجيب الاماونت فاوند بالملي جرام، لان التابلت كان ال1 تابلت فيها 50 ملي جرام، فالتو تابلت هتبقى اكيد فيها 100 ملي جرام، فده الكليمد اماونت اللي على العلبه. طب انا عايز اعرف لما جيت عملت الاكتشوال بقى في التايتريشن بتاعتي، عايز اعرف الفاوند اماونت كام. يبقى انا عايز اجيب كام ملي جرام فعلا اللي هم الاكتشوالي فاوند في التو تابلتس. طيب هجيبها ازاي؟ يبقى انا جبت اجيب الملز بتاعتي نايم التايتريشن في الاف سمول اللي هي الستاندردايزيشن فاكتور اللي على ازازه البيرمنجانيت، في الايكويفالنت فاكتور اللي هو الاف كابيتال، اللي هو هنا بقى خلي بالك انا حولت الجرامات الاف كابيتال من جرام لملي جرام، لان انا عايز اشوف الاماونت فاوند بالملي جرام في التو تابلتس. يبقى انا كده حولت الاف كابيتال بالملي جرام هتبقى 1.08645 ملي جرام. في الطبيعي انا كنت بعمل في 1000 على 10 عشان اجيب في اللتر، لا بس نخلي بالنا هنا بقى انا عايز اجيب الملي جرام في ال 100 ملي اللي هم اوريدي هيبقى ايكويفالنت للتو تابلتس، عشان انا كنت عامله اكستراكشن للتو تابلتس في 100 ملي، فانا اوريدي هنا خلي بالنا بقى عشان كده انا عوضت في القانون في 100 على 10 عشان انا كده جبت الاماونت فاوند بالملي جرام في ال 100 ملي اللي هم هيبقوا ايكويفالنت للتو تابلتس. اوكي يبقى ملس في اف سمول في الاف كابيتال في 100 على 10، يبقى انا كده جبت ايه؟ الملي جرام
بير تو تابلتس اللي هو الفاوند اماونت او الاكتوال اماونت اللي فعلا طلع لي لما جيت عملت التايتريشن. طيب الكليمد اماونت ان هو بيقول لي فان المفروض ان الكليمد اماونت اوف كابتوبريل في التو تابلتس بالمية. طب عشان اجيب الريكفري برسنتج بعمل ايه؟ بجيب الفاوند اللي انا جبته من القانون الاولاني على الكليمد اللي هو المية واضرب في 100 علشان ده برسنتج واحسب الريكفري برسنتج. كده يبقى احنا خلاص ان شاء الله لاب 3 خلص. هوبفلي ان شاء الله ان يكون اللاب سهل، هو سهل والبروسيجر بتاعته سهله قوي. وان شاء الله اشوفكم في اللاب الجاي. ثانك يو، باي باي.